وقت الجد جد وقت المسح مسح والعكس صحيح. سيدي دافي الاعصابي بارده ماني عصفري بس الخدمه الفلبينيه والشركه السباكيه والشغيل السوري والسياح الخليجي والاسود عامل الدور الياباني بالطول حمس برازيل حمس المانيا حمس ايطاليا حمس الزراط في دخل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات عن المسرح، رجع المخرج مارك إديح بمسرحية جديدة بتحمل عنوان دولاب مربع من كتابته وإخراجه، وعم بيقوم بعرضها على مسرح الجميزي. بعد لبنان بطل العالم، بدكم تعملوا مسرحية؟ عملوا مسرحية عنوانها إنسان، بالإنجليزي يعني مجنون، وإنسان بالعربي يعني بني آدم. عنوان مسرحية إنسان. دولاب مربع مسرحية بتناقش موضوع خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، إضافة لمواضيع عديدة مثل العنف ضد المرأة، المثلية الجنسية، الحالة الاقتصادية، الفساد، وجود النازحين السوريين وغيرها من المواضيع اللي طرحها مارك بأسلوبه الكوميدي النقدي والساخر. تلت البقى العالم تسألني انت جاي؟ بقول لا انا هيك بحكي هيك بمشي لا مني جاي انا باي. انت باي باي. انا باي سكشوال. في فرق كبير انه ليه نحلم حالنا من نص سكان الكوكب ممكن يكون. كالعادة بيطرح مارك إديح إشكاليات عديدة بأعماله الفنية، البعض بيتوافق معه والبعض الآخر بيتعارض. أما سيرين عبد النور اللي حضرت المسرحية إلى جانب بعض الوجوه المعروفة فأبدت رأيها بالعمل عبر أغاني نيوزروم. غير أنه أنا عندي تجربتي بالفنية كممثلة، أنا شفت شباب كلهم أنرجي وكتير مهضومين، يعني مختلفين، يعني كلهم بالنسبة لي بدي حيين وبدي أنهم يعطيكم ألف عافية ومرسي لكل الأشخاص يلي بعدهم بيأمنوا بالمسرح، والشباب خاصة يلي هن ما عم يتهاتفوا ويتوافدوا على تلفزيونات بدون أي إذا بدك بس للوجود، ما حتى ما أقول شي تاني، بس لأنه أنا أكون موجودة لأكون أنا حلوة مثل ما هني قالوا بالمسرحية، إنه لا التمثيل التلفزيوني مش إنه أنا كتير حلوة أو الفن بس إنه أنا بلحن وعمل لي شوية كلمات، يعني كتير هادفة وكتير موضوع مهم وأنا بدي هنيهم جميعاً. دولاب مربع مسرحية بتجمع عدد من الوجوه الشابة والموهوبة اللي طالت بها العمل المسرحي بتجربة فريدة من نوعها. مارك إديح حنان كتير لذيذ تشتغلي معه، خبرة بالنهاية، ودوري هو برنار حدا كتير مهضوم بيضحك كتير، عنده قفشات كتير مهضومة، حدا بايسكشوال عادة منشوفه كتير بالمجتمع، بس كتير بيستحوا يحكوا عنه، ومارك عنده جرأة يحكي عن كل شيء. وبالنسبة للتعاون أنا أول مرة عم اشتغل مع أستاذ مارك، فرصة كتير حلوة لأنه بالنسبة للمسرحية بالذات هي كتير بتمثل السهل الممتنع، كتير مسرحية مهضومة وفيها قرب كتير من مجتمع اللبناني بالوقت الحاضر. دوري بهذا المسرحية وردة اللي بدها تطلب من الأستاذ كلمات غنية شوي مبتذلة مثل ما بيقولوا، و يعني هي أكتر بتمثل الواقع اللي عم نشوفه اليوم بالمجتمع الفني يعني. والمسرحية هي عن جد لبنان كله سوا بكل مشاكله وكل حسناته وسيئاته مثل ما فينا نقول. دوري فاتن يلي هي البنت الحلوة بتفكر شو ما بتحكي صح، هو شو ما بتحكي بيكون كتير غبا. وبدي أقول شغلة إنه هيدا تاني عمل مع مسيو مارك إديح وأنا كتير مبسوطة بهذا العمل. دولاب مربع مسرحية كوميدية ساخرة بتعرض المجتمع اللبناني ومشاكله بقالب مضحك بيحمل الكثير من اللطشات السياسية اللي عودنا عليها مارك بأعماله على خشبة المسرح، هالمكان المفضل لإله ولكتار من محبينه. كتير أوريجينال، it's a one act play actually، وكلها عن social happenings يعني social satire مثل ما بيقولوا. كتير مهضومة عفوية، فيهم energy الشباب كتير قوية من حالهم عم بيعطوا مبسوطين. مسرحية كتير حلوة ونقدة بالناء. كتير مهضومة، في كتير جدومو، يعني هي مجموعة سكتشات مربوطة. مسرحية مسلية يعني مضينا وقت مهضوم. أنا ما بيعجبني إلى الأهل اللي بيكون صار لهم سنين عم يصفوا بحبوب لك زلاكس والترامان وبعتوا على ابنهم كيف بلش يحشش. مانك خلصت من ابنك مدام.